في الصباح الباكر خرج الفهد يمشي بخطى ثابتة كي يصطاد طعاما له ولأسرته. لما رأته الحيوانات ارتعدت خوفا واختبأت وراء الشجر. قال القرد وهو يرتجف خوفا: ما أقوى هذا الفهد، إني أخاف منه خوفا شديدا. قالت الغزالة: إني حينما أراه أخاف أيضا، فهو يستطيع أن يلتهمني في فمه بسرعة البرق. أما الحمار الوحشي فقال: يا تعاسة حظي، فإني وإخواني من الحمير الوحشي طعامه المفضل، وكم يملأ بطنه من عشيرتي وقومي. ثم توقف عن الكلام وامتلأت عيناه بالدموع حينما تذكر حميرا عاش معهم، ثم افترسهم هذا الفهد القوي. قالت الزرافة: إنه يعود كل يوم حاملا معه صيدا وفيرا، فتتلقى زوجته وأبناؤه الفهود الصغار فيأكلون ويشبعون وهم فرحون. ولما انتهى الجميع من كلامهم قال الثعلب: إنه حقا فهد قوي، وأنتم جميعا تخافون منه. فردت الحيوانات: حقا كلنا نخاف أن نكون طعاما له. فقال الثعلب: ولكني أستطيع أن أجعله يحمل قمامة بيتي. ضحكت الحيوانات من قول الثعلب. قال القرد: لعلك تقصد إنك سوف تحمل قمامة منزله تقربا إليه حتى لا يأكلك. أجاب الثعلب في إصرار رافعا صوته حتى تسمع جميع الحيوانات: بل سوف يحمل قمامة بيتي، وسوف أريكم إياه وهو يسير خلفي يحمل القمامة، ولكن أعطوني وقتا. ردت الحيوانات: لن نخسر شيئا إذا انتظرنا، أرنا ما أنت فاعل. انتظر الثعلب في طريق الفهد وهو عائد إلى بيته يحمل صيده بعد رحلة صيد شاقة، وقال له في خضوع شديد: سيدي الفهد القوي، إني أراك كل يوم تذهب إلى الصيد في الصباح الباكر، وتعود مرهقا في حر الشمس تحمل صيدك. نظر الفهد إلى الثعلب والغضب يملأ عينيه وقال: وماذا في ذلك؟ وقبل أن يشتد غضبه قال الثعلب: وإني معجب بك أشد الإعجاب. حينئذ هدأ الفهد قليلا وقال: شكرا، المهم ماذا تريد الآن؟ فإني مرهق الآن وأريد أن أستريح. رد الثعلب: لا أريد شيئا، فقط أريد أن أفعل شيئا كي أعبر عن إعجابي بك وتقديري لك. فرد الفهد: ماذا تريد أن تفعل؟ قال الثعلب: اسمح لي أن أجعلك تستريح في بيتك عزيزا كريما، وسوف يأتيك في كل يوم طعام وفير يكفيك أنت وأسرتك، وتوفر أنت فتوتك وقوتك، فالملوك أمثالك ينبغي أن يخدمهم غيرهم ولا يرهقون أنفسهم في الصيد والتعب والقيام المبكر للجري في الغابة ومطاردة الحيوانات. لعبت الكلمات برأس الفهد وانتفخت أوداجه بكلمات الإطراء والمديح، ثم رفع رأسه إلى الثعلب وقال له: ومتى تبدأ في إحضار اللحم اللذيذ؟ قال الثعلب: من غد في الصباح يأتيك طعامك يا ملكي. عاد الفهد إلى بيته شارد الذهن وألقى صيده، ثم نظر إلى زوجته وأبنائه الفهود الصغار وتركهم يأكلون، وجلس يفكر جانبا. أقبلت عليه زوجته وسألته: ماذا بك؟ فلست كعادتك. رد الفهد: لا شيء غير أني مللت الخروج والتعب والصيد، فإنه لا يليق بفهد قوي مثلي أن يتعب كل هذا التعب من أجل صيد مرهق كهذا. فقالت زوجته:
ومن أين سوف نأكل؟ قال الفهد: سوف يأتيني الثعلب بالطعام وأنا مستريح في بيتي، إنه شديد الإعجاب بي. فقالت زوجته: ولكن لماذا يكلف الثعلب نفسه كل هذا العناء ليجعلك تستريح؟ قال الفهد: هكذا الإعجاب، أنت لا تعرفين قدر زوجك العظيم. فردت زوجته: لست مستريحة. كان الثعلب يذهب إلى الفهد كل صباح حاملا معه اللحم، والذي يسرقه من بيت جاره النمر، وظل على هذا الأمر أسبوعا كاملا. عندئذ ركن الفهد إلى الراحة، وصار يستيقظ متأخرا فيجد اللحم أمام باب بيته، فيقوم متسائبا ويأخذ اللحم ثم يأكل هو وأسرته. اطمأن الثعلب إلى ركون الفهد للكسل، وتعوده الاعتماد على ما يأتيه به من اللحم، فأخذ يتأخر رويدا رويدا حتى صار يأتي باللحم بعد الظهر. قالت الزوجة للفهد: إن الثعلب الآن يأتي متأخرا وأطفلنا الفهود جياع. فرد عليها: لعل له عذرا، أصمتي فأنت لا تحبين لي الراحة. فقالت زوجته: ولكن من أين يأتي بهذا اللحم الوافر؟ فقال لها: لا يهمني، المهم أن يأتي بالطعام اللذيذ. وبعد طول انتظار أتى الثعلب متباطئا حاملا اللحم، فسأله الفهد عن سبب تأخره، فقد ألمه الجوع هو وأطفاله. صاح الثعلب في وجهه: لكل أمر ظروفه، خذ اللحم وكل وأنت صامت. حينئذ طأطأ الفهد رأسه وأخذ اللحم ودخل بيته، وجلس يأكل هو وأسرته، وهو يقول: والله إن هذا الثعلب يتعب كثيرا من أجلنا. أما زوجته فكانت تنظر إليه متعجبة من انكسار زوجها. وفي اليوم الموعود أخبر الثعلب الحيوانات إنه سوف يوريهم ما وعدهم به، وأن يصطفوا في الطريق كي يشاهدوا الفهد وهو يحمل القمامة ويسير خلفه. تعمد الثعلب أن يأتي متأخرا حتى أكل الجوع عقل الفهد، وجاء الثعلب حاملا معه كيسا قذرا فيه قمامة منزله. ولما رأى الفهد ألقى إليه الكيس وقال له: اتبعني حتى تأخذ اللحم. حمل الفهد كيس القمامة القذر وصار خلف الثعلب والحيوانات جميعا ينظرون ولا يصدقون ما ترى أعينهم. فها هو الفهد يسير منكسرا ويحمل كيس القمامة خلف الثعلب الذي يسير شامخا رافعا رأسه. تعمد الثعلب أن يسير في ضوء الشمس بعيدا على الأشجار حتى يراه الحيوانات بصورة واضحة. نظر الفهد إلى ظله الضخم وهو يسير خلف الثعلب، فشعر بغضة في قلبه، وأدرك أنه قد أهان نفسه حين ركن إلى الكسل ولم يخرج للصيد، واعتمد على الثعلب في جلب الطعام. ولما عاد إلى بيته جلس يفكر في أمره، ثم انتفض واقفا وقال لزوجته: سوف أخرج للصيد مبكرا في الغد كي أحضر طعامنا كما كنت أفعل من قبل. وفي الصباح خرج الفهد للصيد بخطاه الثابتة، ولما رآته الحيوانات اختفأت منه خلف الأشجار وهم يرتجفون خوفا منه، ووقف معهم الثعلب يرتجف أيضا. فقال له القرد: عجبا لك أيها الثعلب، جعلته بالأمس يحمل قمامة منزلك واليوم ترتجف خوفا منه. قال الثعلب: كنت بالأمس أطعمه، أما اليوم فهو صاحب الكد والعمل. وشكرا للاستماع.